كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالا. أقدم إليكم هذه الحلقة من مشروع معا لتطوير العشوائيات. متى نرى مصر خالية من العشوائيات؟ كان لازم نفكر في دراسة شاملة لتطوير حياة الناس وليس تطوير العمراني. فكرة نقل الناس من العشوائيات، ده احنا جايين نرجع الهوية بتاعة المكان. منين التمويل لصندوق تطوير العشوائيات؟ الميزانية العامة للدولة وفائض هذه القطاعات العمرانية. النهاردة مصر بتوفر حياة آمنة ومستقرة لأبنائها. ابن مصر تشاهدونه في الأوقات التالية على شاشة المحور.